وللمزيد حول انتهاكات الحكومة المستمرة لليوم الرابع على التوالي ضد قضاء الطارمية شمال بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من الطارمية أحد مواطني القضاء السيد عدنان الفراجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بكم وبقناتكم الموقرة قناة الرافدين الأصيلة، حياك الله، ومن خلالكم أحيي المواطنين في كل العالم. حياك الله. بداية، كيف هي الأوضاع في الطارمية اليوم؟ والله ما زالت الحصار المبرمج على الطارمية قائم، ولكن خفف بعض الشيء بخروج الحالات الإنسانية، أصحاب المحلات للتسوق والتبضع، الجنازة، هذه الأمور كانت مغلقة تماما يعني على الطارمية، لأنه كانت تمر في حالة من الحصار المشدد على أهلها، وهذا الحصار مبرمج وممنهج ويتكرر ويعاهد في كل مرة، ولكن الآن خفف بعض الشيء، ولكن القوة الماسكة للأرض ما زالت يعني على الأرض. والآن الناس تبشر خيرا بزيارة الكاظمي. السؤال الأهم قبل أن ندخل في زيارة الكاظمي، يعني هل وجدت، يعني كيف وجدتم تعامل الأمن خلال الساعات الماضية بعد عمليات الاعتقال التي حصلت في قضاء الطارمية؟ الآن تخفيف بعض الشيء يعني في التعامل مع المواطنين، ولكن القوة التي دخلت إلى المنطقة مجهولة طبعا مصادرها، هل هي ميليشيات، هل هي قوة تابعة للدولة. الآن الناس في حالة من التخوف، حالة الاعتقال يعني لم نسمع بحالات الاعتقال الكبيرة التي يشار لها، ولكن في كل مرة سابقا، وهذا ما أشار إليه السيد الكاظمي، يقول هل هناك اعتقالات بشكل 500 شخص؟ كانت هذه العملية مبرمجة، يأخذون 500، يأخذون 100، يأخذون 50، وهناك مساومات كثيرة. الآن كانت الطارمية عبارة عن مشروع اقتصادي يتنافس عليه الألوية، وصراع بين لواء 22 واللواء الآخر. وأذكر المشاهد والمستمع الكريم، في رمضان قبل هذا رمضان 16 شهيد من القوات الأمنية استشهد في تعرض واتهم، وصارت الجعجعة أن الطارمية والطارمية من قبل سياسيين ومن قبل الطائفيين ومن قبل ميليشيات، وتبين فيما بعد أن مشادة وخصومة بين الألوية الماسكة للأرض. وهذا يدعون الآن وندعو به السيد الكاظمي إزاحة كل هذه القوة الموجودة على الماسكة للأرض. هذه القوة فيها تنازع، لأنه الطارمية البقرة الحلوب يسحبون عدد من المواطنين ثم يعتقلون الكثير، وهكذا هكذا التعامل مع الطارمية. طيب، بعد أن زار مصطفى الكاظمي قضاء الطارمية وقال أن الدول لا تبنى بالانتقام بل تبنى بالقضاء، يعني هل تتوقعون أو هل حصل أي تغيير في سلوك الميليشيات في هذه اللحظة؟ كلمات أفرحتنا وأثلجت صدورنا بالحقيقة، ولكن كنا نتوقع أن يصدر قرار فوري أمام هذه الجموع التي كانت متجمهرة من أبناء الطارمية لإقامة تشييع رمزي لهذا البطل الذي كان يدافع عن الطارمية، هذا العميد الذي كان يرفض التدخل الميليشياوي، كان يراقب عن مكث تصرفات الوحشية ضد الطارمية وأبنائها، كان يعمل من أجل الطارمية، كان مهني بشكل نموذجي، وكانت علاقاته طيبة، وكان يحضر ويعرف الأصول، وهو ابن عشيرة عربية أصيلة، عشيرة خسرج، قبيلة خسرج العربية، كان يتعامل بإنسانية. كثير من المعتقلين كان يرجعهم، تعتقلون الميليشيات المساومة وكان يرجعهم يفرج عنهم، هذا دليل أنه هذا الإنسان مهني. الآن نحن بحاجة إلى مهنية،
الآن احنا بحاجة إلى المهنية في كل العراق. طيب بعد أن قال الكاظمي قولته، هل تتوقعون أن من اعتقلوا في هذه الحملة الأمنية سيطلق سراحهم في الأيام المقبلة؟ أنا لم أطلع على الحقيقة على المعتقلين وأعدادهم وأرقام المعتقلين، ولكن أنا أظن أن كنت أظن من خلال اللقاء وهذا التجمهر لإقامة التشييع الرمزي وهذا الترحيب الذي حضر الأستاذ تشيع السيد الكاظمي، كنت أتوقع أن يصدر قرار فوري بنقل الوحدتين العسكريتين واستبدالهم محل بناس مهنيين غير طائفيين وإبعاد الميليشيات الطائفية كل الميليشيات الطائفية ويستبدلها بناس مهنيين وإفراج عن المعتقلين والتحقيق. هو عرض عليه المعتقلين والاعتقالات والمفروض أنه يقول إفراج فوري عن المعتقلين السابقين فضلا عن هؤلاء والتحقيق مع القوات الماسكة للأرض ويعني عميد بهذه الرتبة من بين 15 سيارة. من الذي يعلم أنه في هذه الهمر أو تلك المدرعة؟ من يعرف موقع وقت خروجه ووقت دخوله؟ إذا هناك مؤامرة وهناك أيدي خفية. نحن نطالب، هو قال أنا ابن الطارمية ونحن أبناء الطارمية نقول نريد دم هذا القائد البطل المهني الذي دافع عن أبناء الطارمية. فمن دافع عن أبناء الطارمية، أبناء الطارمية اليوم يطالبون بدمه ويطالبون الكاظمي بالتحقيق مع الأجهزة الأمنية كيف عرف هذا القاتل. ثم لا تجر وزيرة وزر أخرى، كيف يتعامل لو كان إرهابي مثلا عمل يحاسب 500,000 مواطن بين امرأة وشيخ وطفل رضيع وما إلى ذلك بهذا الإرهاب بهذا الأسلوب الوحشي الذي يطلقه السياسي الطائفي على الطارمية وأهلها؟ وهذه الصرخات الهوجاء لم تكن هي وليدة اليوم، بل تتكرر من 2003 إلى هذا اليوم في كل مرة. جرف الصخر عارض عليهم، جرف الصخر عارض على السياسيين الداخلين في العملية السياسية جرف الصخر، فضلا عن أن يريدون أن يكرروا مأساتهم في كل العراق يكررونها اليوم بدل تفريق المسار. ولكن احنا تألمنا حقيقة، هل أن الطارمية بعد زيارة الكاظمي إلى إيران يأخذ منها قرارات حل الطارمية أم أنه سيوجد حلول للطارمية والعراق؟ طيب حول الانتهاكات التي حصلت في قضاء الطارمية من قبل الميليشيات منذ 4 أيام، كان معنا أحد مواطني القضاء الأستاذ عدنان الفراجي. شكرا جزيلا لك.